طيب هنروح لكره السله. كره السله زي ما حضراتكم عارفين مرورا ببطوله القاهره اللي فزنا بيها البطوله العربيه وصولا الى دوري المرتبط. دوري المرتبط كنا بنلعب دورتين مجمعتين، واحده في اسكندريه وواحده في القاهره. كان معانا الطيران طنطا سبورتنج، فزنا بالعلامه الكامله كبار ومرتبط تحت 18 سنه، وده يعني حاجه اسعدتنا كلنا ان احنا ماشيين بخطه ثابته ان شاء الله رايحين على الدوري المرتبط وندافع على لقبنا. احنا حامل اللقب ده طبعا، عبد الله ناصر في بنك حطه في المباراه. مين هنقابله بقى في دور ال 16؟ القناه. الماتش الاولاني هيبقى يوم الثلاث باذن الله، والماتش الثاني يوم الجمعه، ده دور ال 16. عشان نطلع دور الثمانيه هنلاعب الكسبان من مصير الاتصالات والجيش، لان في ناس قالت لك هنقابل الزمالك، لا هنقابل مصير الاتصالات والجيش في دور الثمانيه ان شاء الله. في حاله فوزنا في دور ال 16 هنقابل الفائز من مصر التامين والجيش. كاميرا برنامجنا الابطال كانت موجوده في ماتش سبورتنج، عملنا التقرير اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. اكيد سبورتنج فريق من التوب 6 في الدوري عندنا، فريق محترم وجهازه جهاز محترم. كنا مستعدين للماتش بالمجموعه اللي موجوده عندنا، 6 اصابات ما لعبتش النهارده، كان في نقص كبير. احنا حتى السكور شيت كان متسجل فيه 10 لعيبه، المفروض يتسجل فيه 12، بس الحمد لله الناس اللعيبه اللي موجوده ادت اللي عليها وكفت في الماتش، وزي ما بيقولوا كفت ووفت يعني. فالحمد لله بشكرهم على المجهود اللي عملوه النهارده، ومبروك لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله طبعا اداء كويس جدا من الفرقه، احنا ناقصين لعيبه كتير، يعني ناقصين تقريبا 5 لعيبه اصابات او 6 لعيبه، ومصعدين ناس من الناشئين، مؤمن طارق خيري ويمكن لعب يعني ما شاء الله كويس جدا في الثلاث ماتشات اللي فاتوا. واهم حاجه يعني احسن حاجه الحمد لله الروح اللي في الفرقه، وان احنا ما يعني ما فيش استسلام. الماتش يمكن النهارده يمكن كانت نتيجته ما كانتش فارقه، لان احنا الناشئين بتوعنا المرتبط كانوا كسبوا، بس يعني ده ما احنا بنلعب كل ماتش عشان نكسبه. ويعني الحمد لله على الاداء، وان شاء الله نكمل كده والناس المصابه ترجع لنا ان شاء الله. بنوعد الجمهور ان شاء الله السنه دي الحمد لله يعني ابتديناها بالبطوله العربيه وبطوله المنطقه، وان شاء الله نكمل يعني البطوله اللي جايه بطوله المرتبط. وبنوعد الجمهور ان شاء الله يعني ان احنا مش هنبخل باي جهد ولا باي تعب، وان احنا نفرحهم لان هم يستاهلوا، يعني وقفوا ورانا كتير ويستاهلوا ان احنا نفرحهم ان شاء الله. الحمد لله احنا كنا راجعين من لود عالي، يعني الفرقه سافروا بطوله عربيه ورجعوا لحموا ولعبوا 3 ماتشات في اسكندريه تاني، ادوا فيها بشكل كويس، وبعدين رجعوا الاصابات كتير، فكابتن كوتش اوجستي صعدنا، والحمد لله مقدمين باداء كويس بصراحه. والنهارده مباراه كويسه جدا، اللعيبه كلها ادت بشكل كويس جدا بصراحه، فالحمد لله. انا عاجبني بصراحه يعني السيستم اللي ماشي بيه مستر اوجستي، مفيش عنده لعيب مهم ولعيب مش مهم، كل اللعيبه مهمه، حتى اللعيبه المتصعده زي ما انتم شايفين، مؤمن طارق خيري خد امبارح، عبد الله ناصر خد كتير، عمرو زهران، يعني بيشارك اللعيبه الصغيرين عشان يبقى لهم دور، ومش دور وهمي. يعني في فرق بين مدير فني بيشارك لعيب ومع اول غلطه يسحبه، وفي فرق بين مدير فني بيشارك لعيب وبيديله الفرصه الحقيقيه، بيحسسه ان انا فعلا محتاج لك. مستر اجوستي بيعمل كده، وشفنا لعيبه كتير جدا، يعني تم كتير. احمد حمدي مثلا، يعني الراجل مختلف تماما يعني بشكل ومضمونا عن السنه اللي فاتت. فطبعا الكلام يا رب يا رب يحميهم من الاصابات وتمشي الدنيا زي ما احنا عايزين.